من جديد ده كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. يعني عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق وادي دجله بهدفين مقابل هدف واعتلاء النادي الاهلي لصداره جدول الدوري المصري، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي امصون. كابتن سامي خلينا ابارك لك، النهارده مباراه صعبه، توقيتات المباراه صعبه جدا، مرحله مهمه جدا، ثلاث نقاط غاليين بيضعوا النادي الاهلي على صداره الدوري المصري. طبعا تحية كابتن ايمن طبعا وضيوفه، وزي ما انت قلت مهم جدا ان انت ترجع تتصدر تاني البطوله. الحمد لله ماتشات صعبه جدا، ماتشات متتاليه كل ثلاث ايام مباراه، مهم جدا يكون تجهز كل اللعيبه، وده الحمد لله اللي الراجل بيشتغل عليه، يدخل عناصر جديده عشان تبقى نفس لينا، تعمل لنا استمراريه في الاداء. اعتقد الحمد لله من مباراه بلوط الكره رخمه شويه، لكن الحمد لله اللي احنا قدرنا نكسب ثلاث نقاط مهمه جدا، يمكن فرقت معانا الحمد لله في الترتيب وتفرق معانا الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سامي، اللي كابتننا في الاستوديو كابتن علاء والكابتن اسامه والكابتن عادل والكابتن بلال اجمعوا ان المرحله اللي انت فيها دي مرحله الحسم والمرحله الاخيره، بتتعامل مع المباراه على مباراه انها مباراه كؤوس، تركيز مطلوب، التضحيه ايضا مطلوبه من اللاعبين، وهو ده دايما الراجل بيتكلم عليه، ودايما خبرات برضو سيد مر بالمواقف دي كتيره جدا، يعني بنقلها برضو للراجل والراجل بنقلها للعيبه. انا بتكلم طبعا مع اللعيبه، المباراه بالنسبه لينا بطوله الدوري انت عارف مهمه جدا بالنسبه لينا وجمهورنا، اكتر فرقه الحمد لله محصلين على بطوله الدوري العام، بطوله محببه لجمهور النادي الاهلي، وده اللي بنسعى له زي ما انت قلت. كل مباراه بالنسبه لنا مباراه كؤوس، يعني عشان كده بيبقى كل يعني ما بتحسمها بدري طبعا بتدي لك افضليه، لكن مع ضغط المباريات بتبقى اوقات كتيره برضو بيبقى دوافع الفرق اللي قصادك برضو قويه، عشان بتلاقي يعني فرقه زي دجله النهارده فرقه برضو بتلعب اللي هي عاوزه تهرب من القاع، فمهم جدا لما بيحصل لها تستقبل هدفين، طبيعي جدا اللي هي بتلعب جيم مفتوح، يمكن هو ده اللي حصل، يمكن كان عندنا فرص كتيره بعد لما هم سجلوا الهدف، يعني في الاوقات ديت كان عندنا كذا فرصه لشريف وحسين وقفشه، وكان ممكن نقدر نستغلهم يعني، لكن الحمد لله برضو اللي انت تخرج بثلاث نقاط دي نقطه اهم حاجه بالنسبه لنا، اللي احنا الحمد لله حققنا المطلوب، ان شاء الله نفصل ان شاء الله ونركز بقى في مباراه سيراميكا ان شاء الله. كابتن سامي، هدفين في اول ربع ساعه في شوط اللقاء الثاني، قلتوا ايه للعيبه ما بين الشوطين؟ بدايه في الشوط الثاني مختلفه تماما عن بدايه اللقاء. هو الراجل طبعا اتكلم في الثلث الهجومي، يعني لازم نبقى اهدى شويه، لان كان في تسرع في الشوط الاولاني من شريف ونقفشه، وقرارات ما كانتش احسن حاجه في الشوط الاولاني، لكن الحمد لله اعتقد الشوط الثاني بدايه مميزه جدا بهدف لكهربا وبعدين شريف، اعتقد انه برضو ممكن نحسمها بهدف ثالث عشان نقتل المباراه يعني، لكن هي دي لازم هي دي احداث المباراه لازم تشتغل عليها والاحداث. يمكن الحمد لله في نهايه المباراه برضو عملنا تغييرات تتنا افضليه سواء دفاعيا او برضو هجوميه بنفس القصه يعني، لكن زي ما بقول تاني وبكرر تاني، المهم طبعا ثلاث نقاط مهمه جدا، ان شاء الله قدامنا سبع مباريات مهمه جدا بالنسبه لنا، ان شاء الله نقدر نحسمهم، ان شاء الله نحافظ على البطوله ان شاء الله. عايز اقف على الهدف الثاني، لان الهدف الثاني هي جمله متحفظه بالكربون بنشوفها في تدريبات الفريق بصوره مستمره، واعتقد مع الهدف مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني كانوا واقفين بيتكلموا على الهدف ده بعد ما الهدف دخل. الحمد لله، يمكن هو زي ما انت قلت انت عشان ما عايش معانا وبتتفرج على التمارين كتير، ممكن حتى معظم الناس لو تتفرج طبعا على الاهداف، معظم الاهداف اللي احنا بنسجلها بتلاقيها متشابهه جدا يعني، فالحمد لله دي حاجه تحسب للراجل طبعا لو اشتغلها، وتحسب للعيبه لو يقدروا ينفذوا ان شاء الله زي ما انت قلت بقى، وناكد تاني ان شاء الله اللي احنا خلاص فصلنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن سامي، عايز اختم مع حضرتك بكلمه مهمه ايضا قالها كابتننا في الاستوديو التحليلي، انت لازم تعمل الروتيشن، لان الروتيشن هيبقى ممكن يفرض عليك لغيابات لانذارات لاصابات وايضا لاجهاد للاعبين، يعني هتتعامل ازاي مع فتره السبع مباريات القادمين وفكره التدوير بين اللاعبين؟ يمكن هو ده اللي الراجل بيشتغل عليه فعلا، النهارده السوليه برده كان مريح النهارده لان لعب كثافه ماتشات كتيره، بتقدر تدور بين الثلاثه اللي في النص، النهارده الديفنس برده نفس القصه، ياسر ورامي من فتره كبيره جدا ما لعبوش جنب بعض، كان ظروف النهارده اللي ايمن كان موقوف وبدر، لكن ساعات برده ديت بتدي لك برده الحمد لله اريحيه ان شاء الله ايمن يرجع يبقى احسن فريش، النهارده نفس القصه هاني بيلعب وكان اكرم قبل كده ورامي لاعب، الناس اللي فوق برده نفس القصه، حسين بيلعب النهارده، كهربا بيلعب وبيشارك برده نفس تاني، الحمد لله صلاح رجع لنا طاهر برده نفس القصه، بواليا ومروان بيشاركوا برده في على فترات من المباريات، ويمكن الماتش اللي قبل اللي فات مروان شارك من بدايه المباراه، فهو الراجل بيشتغل عليها فعلا واحنا حاطين في حساباتنا كده طبعا، وبشكر طبعا الاستوديو طبعا اللي هو طبعا عايش معانا وبيدينا نصايحه، لكن ان شاء الله يكون اللعيبه على قد الثقه ديت، وان شاء الله ما نغزلش جمهورنا ان شاء الله باذن الله. نشكرك كابتن سامي ومبروك وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه. شكرا محمد، شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي امصان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق وادي دجله بهدفين مقابل هدف واعتلاء النادي الاهلي لصداره الدوري المصري. مبروك يا كابتن ايمن، مبروك ليك، مبروك لكابتننا، ان شاء الله
نبارك لكل جماهير النادي الاهلي عقب التتويج بالبطوله باذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.